الطاقه المتعامله هي طريقه التصميم. الزيتون تقريبا ليس بدقة فبكيفية. نعم أضعها في كأس نعم هنا محلول هيدروكسيد الصوديوم المركز التركيز ديالو تقريبا قلت قبل الحضاره 7.5 مول بار لتر. اخذ نفس المقدار 30 ملل نعم الحوجه التي ساستعمل هنا الكحول الايثيلي فالدور ديالو هو مذيب. نعلم ان زيت الزيتون وهيدروكسيد الصوديوم كلاهما يذوبان في الكحول وبالتالي سنسهل التفاعل فسيتم التفاعل بين زيت الزيتون وهيدروكسيد الصوديوم في نفس الطور وبالتالي بدل ان يكون هيدروكسيد الصوديوم جانبا وزيت الزيتون في طور مختلف الكحول سيعمل على جعلهما يكونان طورا واحدا. هنا حجر جفان كما قلت لتنظيم لجعل الحرارة متجانسة داخل الخليط التفاعلي او اناء ديال التفاعل. نعم اقوم بمزج وتلاحظون بان هناك طور واحد لا نرى الزيت جانبا وهيدروكسيد الصوديوم جانبا من طور فيزيائي واحد. الآن سأعمل على رفع السخان بالحوجلة حتى يتم إدخال المبرد. نعم فهي تقنية لتسهل هذه الرافعة تمكن من تسهيل عملية إدخال وإخراج المبرد دون تغيير مكانه ضبط درجة الحرارة. نعم إيصال الماء في المبرد فيدخل من الأسفل ويخرج من الأعلى. نعم وذلك للحفاظ على الخليط التفاعلي لا سيما النواتج فسيتم تكثيفها وإعادتها نعم إلى الخليط التفاعلي بعد مدة. نعم هذه الرافعة الحوجلة ثم المبرد. فهذا التقنية ديال التسخين بالارتداد فبدل أن يحدث التفاعل في مدة كبيرة جدا نقلص زمن التفاعل إن قلنا أو المدة الزمنية اللازمة بالتالي ف درجة الحرارة عامل من العوامل الحركية. نعم تقريبا في حدود 82 82 83 85 درجة مئوية وبالتالي فالسرعة